بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهد قناة مصادر الحياة واللي بتهتم بكل ما يهم الإنسان في حياته، والنهاردة بنتكلم عن أزمة زيادة أسعار السكر في مصر. والحقيقة أن زيادة أسعار السكر في مصر هي من تفاعلات وتخطيط واحتكار وحب للمال من التجار، زي بالظبط أزمة الأرز لما ال25 كيلو اللي ما بيسموها ربع شوال في مصر وصل ل200 جنيه، وبعد ما إيقاف التصدير وبينت الحكومة العين الحمراء نزل ل100 جنيه، ازاي ما تعرفش. الشعب المصري الآن وتجاره وكثير منه أصبحهم أساتذة في خلق الأزمات، والعامل الرئيسي هو عدم الضمير وحب الذات وتفضيل مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، وكأن ليس للمجتمع على الفرد حق ولا حقوق. السكر في مصر أو الشعب المصري يستهلك كثير من السكر كما يستهلك كثير من المنتجات، فهو يعني استهلاكه استهلاك ليس اقتصادي بل استهلاك يعني يصل إلى فوق حد التبذير أحيانا. فالمرأة قد تكون ربة أسرة، وكثير منهم لما يضع السكر في المشروبات أو الشاي أحيانا حتى مجرد أنه يستخدم ملعقة لتقدير عدد السكر لا يستخدمها ويقول لك كده نحط بالبركة. الحقيقة ان احنا في زمن وفي وضع لا يتحمل هذا التصرفات. السكر برغم انه شيء حلو يستسيغ جسم الانسان ويطلب النفس البشرية، ولكن له اضرار كثيرة جدا جدا على الجسم اذا زاد عن الحد. فالدهون في الدم يتكون سكر المعدة من سكر يسمى او بيسمى سكر الكلوكوز، والكلوكوز الذي يحتاجه كل خلية في الجسم كمصدر للطاقة. اما الفركتوز فلا تحتاجه خلايا الجسم، يخضع للتمثيل الغذائي عن طريق الكبد ويتحول الى جلايكوجين لاستخدامه عند الحاجة. وإذا زاد مستويات الفركتوز بتشكل عبء على الكبد وبتشكل مشاكل في الكبد. أيضا أثبتت الدراسات أن هذا الفركتوز إذا زاد عند إنسان مريض بالسكر فبيزيد من مقاومة الأنسولين، وهي حالة لا يستجيب فيها الخلايا الأنسولين ويسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم. السرطان أيضا أظهرت الدراسات أن زيادة إنتاج الجسم للأنسولين التعامل مع السكر في الدم ترتبط بزيادة عامل النمو الذي يرتبط بدوره بانتشار الخلايا السرطانية. طبعا ما ننساش السمنة والتخانة وزيادة الوزن مرتبطة أيضا بزيادة المشروب الاستهلاك المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر. السكر له مخاطر أيضا للإصابة بأمراض القلب ويؤثر على وظائف الكلى. كل هذه أضرار للسكر. فاستهلاك الزائد عن الحد لهذه المادة بتؤدي لكثير من الأضرار على الجسم. ولكن هناك يعني شيء آخر مهم عن السكر. لو أننا أو كل إنسان حاول أن يقلل استهلاكه من السكر فلابد أن يكون بالتدريج، يعني لابد أن يكون الاستهلاك بالتدريج حتى لا يحس جسم الإنسان أنه فقد مذاق السكر. فاللي بيستخدم 3 معالق سكر في كوباية الشاي
لو خلاها لمدة أسبوع 2.5، وبعد أسبوع بقى 2، وبعد أسبوع بقى معلقة ونص، مش هيحس بالفرق كبير زي اللي هيستخدم 3 معالق وفجأة يحط معلقة. طبعا هيبقى شيء غير مستساغ، لأن الجسم لابد إنه يتعود على هذا. ودي طريقة كويسة للحد من استهلاك السكر، ونكون كده يعني زي ما بيقولوا انضربنا عصفورين بحجر، قللنا من استهلاكنا للسكر، وفرنا الفلوس لنا أولا والاقتصاد بلدنا، وثانيا مدينا ايدنا بالصحة والعافية إلى صحتنا، وهي وصحة الإنسان طبعا أغلى شيء في حياة الإنسان وأغلى شيء يملكها، لأنه إذا فقد الصحة والعافية إن استطاع أن يفقد كل ما يملك لإعادة صحته لا يتردد، فالصحة هي أغلى كنز عند الإنسان. ولكن ربما يكون هناك مقولة فكاهية إلى حد ما، ربما يقولون أن اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، فإذا كان هذا صحيح وهو حلواني بيحب السكر، فياريت يجي يحللنا أزمة السكر وأزمة استهلاك الشعب المصري لهذه المادة بشراهة بشراهة كبيرة جدا. أتمنى إذا عجبك الفيديو أن لا تبخل علينا بكلمة لايك والضغط على لايك والاشتراك في القناة، ودمتم بصحة وسعادة، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.